شيخ حسن الله عليك، حكم إخراج زكاة المال في غير حكم إخراج زكاة المال في غير الدولة، يعني إذا كان في بلاد أخرى محتاج هل يجوز؟ الأفضل أن لا يخرج الإنسان زكاته عن بلده ما دام فيه مستحقون، هذا الأفضل. ها؟ هذا ربما يرخص فيه بشرط أن تعرف أن هؤلاء الذين يأخذونها مسلمون وأنه ليس عندهم عقائد باطلة، لأن بعض المسلمين وهم مسلمون أكثر من اليهود والنصارى. ألم تعلم أن من يدعي الإسلام من يقول إن الكون شيء واحد، الخالق والمخلوق شيء واحد؟ أهل وحدة الوجود يقول إن مسلمون، عرفت؟ فلا بد من التحري. لكن الشيء الذي أنهى عنه بشدة مسألة الأضاحي، أنه لجاوة الأضحية طلعوا دراهم وعطوها ناس يضحون بها في أي بقعة من بقاع الأرض، هذا غلط عظيم، لأن الذبح نفسه عبادة وليس المقصود اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، المقصود التعبد لله، والله تعالى قرن الذبح له بالصلاة، فصلي لربك وانحر، وأمر أن نأكل منها. وكيف تأكل من شيء وهو ليس بين يديك؟ لا يمكن. وأمر أن نذكر اسم الله عليها، كيف تذكر اسم الله على شيء ليس بين يديك؟ ثم إذا أعطيت الدراهم فيبقى عندك إشكال، أولا هل تثق بأن هؤلاء يذبحون الأضحية التي توفرت بها الشروط؟ قد يذبحون الصغير، رأيناهم في منى قبل أن تأتي المراقبة، رأيناهم يذبحون الصغير ليس له إلا أشهر، ويؤولون القرآن على هذا، يقول فما تيسر من الهدي، وهذا اللي تيسر. أتأمن هذا؟ هل تأمن أن يضحوا بسليمة من العيوب؟ لا تأمن. هل تأمن أن يضحوا في أيام الأضحية أو تكون الأضاحي عندهم كثيرة ويتأخر بعضها؟ لا تأمن. هل تأمن أن الذي يذبحها يصلي؟ لا تأمن. هل تأمن أنه يسمي الله؟ كل هذا منتفي، فلماذا نخاطر؟ ثم إذا قلنا بهذا واعتاد الناس هذا الشيء، خلت البلاد من هذه الشعيرة العظيمة وهي ذبح لله، لأن كل إنسان يقول الحمد لله أعطي 300 ريال 400 ريال ولا ألوث بيتي بالدم والفرث. لذلك أرجو منكم بارك الله فيكم أن تنهوا الناس نهي، مو إرشاد، نهي أن يعطوا دراهم ليضحى بها في مكان آخر، وأن تقول أضحي الشعيرة من شعائر الإسلام تفعلها أنت بنفسك، تذكر اسم الله عليها، تأكل منها، تطعم، تطمئن، وإخوانك الذين هناك الحمد لله الباب واسع، أرسل هذه الدراهم إليهم وضحي أنت في بلادك، والله تعالى يخلق عليك.